جون الكويت يعد من أفضل سبع حاضنات للأسماك على مستوى العالم، ولكن هل ما زال يحتفظ بهذه المكانة بعد التعديات والتدمير الذي شهده خلال السنوات الماضية، سواء بتدخلات الأنشطة البشرية أو الصناعية أو الصيد الجائر؟ وبدلا من وضع خطط للطوارئ لإعادة تأهيل البيئة البحرية عامة وجون الكويت خاصة، تقع تعديات متتالية رغم وجود العديد من القوانين الصادرة والتي تمنع تدمير البيئة البحرية، وآخرها التعدي الصارخ على جزيرة أم النمل ومحاولة طمس ملامحها وجغرافيتها بإيصالها باليابسة، الأمر الذي سيؤدي بما لا يدع مجالا للشك إلى التدخل المباشر في حركة التيارات المائية في الجون، وما ينتج عن ذلك من أحداث خلل بيئي. العودة إلى مرفت عبد الدايم. خلال جولة مع فريق الغوص بالمبرة التطوعية بالجزيرة، لوحظ وجود كميات هائلة من الدفان التي تكفي بالفعل لردم البحر وإيصال الجزيرة باليابسة، وهذا الدفان لم يكن موجودا قبل 3 أشهر، ولا نعرف سبب تواجده في هذا المكان تحديدا، وإذا كان من أجل ردم البحر فهي كارثة. الدفان الموجود من الرمال الموجودة، هل هناك نية مبيتة لعمل دفان إلى الجزيرة؟ إذا كان هناك نية، وإحنا ما تأكدنا، راح نتأكد، راح يكون هناك كارثة حقيقية في جول الكويت، لأن هذه المنطقة الوحيدة التي بقت في جول الكويت سليمة 100%. كل السواحل الجنوبية للجون كلها مدمرة من المنشآت والمشاريع مع الأسف. واليوم أظن يعني لابد إحنا كلنا ككويتيين وكمحبي البيئة في العالم نوقف ضد عملية التعدي اللي قد تحصل في جزيرة أم النمل. هناك توجه لتحويل الجزيرة إلى محمية، وقامت الجهات المسؤولة بإزالة جميع الشاليهات والمباني والخيام والبيوت الجاهزة الموجودة بها، ولكن ما زال هناك تعديات من الصيادين والشباك العالقة وصيد السرطان الصغير الشريب، والذي يعد أحد أهم مكملات الحياة البيولوجية والفطرية في الجزيرة. ودعوا كثير من الباحثين والمختصين لجعل هذه الجزيرة محمية طبيعية، وفعلا تجاوبت الحكومة مشكورا في إزالة كل الشاليهات وكل التعديات الموجودة، وإحنا كفريق قوس كويتي استطعنا أن نبدأ المرحلة الأولى في رفع المخلفات من السفن، والآن راح نبدي المرحلة الثانية في دراسة أنواع الشعاب المرجانية المحيطة فيها، إضافة إلى رفع الشباك الصيد المهملة الموجودة فيها. الجزيرة التي تقع في عشيرد شمال مدينة الكويت عامرة بالآثار التاريخية، وتعد محمية للأسماك والطيور والكثير من الكائنات، وإيصالها باليابسة سيوقف حركة المياه الطبيعية في الجون، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الحياة الفطرية وسيحدث كارثة في جون الكويت تقضي على 70% من الأحياء البحرية. ومنا إلى المسؤولين.